سلام بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير. معكم كريمه، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الكيك اليومي العادي جدا، غير هو انني انا كنضيف له واحد المكون اللي كيعطيه اللون وكيعطيه الهشاشه وكيعطيه واحد المذاق رائع بزاف. هذا الكيك هذا صراحه يعني هو كيك عادي، ولكن بعد الطلب ديال البنات بزاف كيقولوا لي خصنا الكيك اليومي العادي، ولكن يكون بمقادير مضبوطه، يعني بالعبار ديال كاس العنبه. ولهذا قررت انني نشارك معكم الوصفه ديالي العاديه، كنتمنى انها تعجبكم. نقدروا نعدلوها في الايامات العاديه، في الاعياد كنمشيو عند شي واحد كنعدلوها، لان هذا الكيك هذا يعني كنستعملوه في اي وقت كنستعمله الصراحه، وكيجي مزيون. هذا المكون اللي عملت فيه هو مكون بسيط، يعني الثمن ديالو درهم فقط. غادي تشوفوا معايا المكون. قبل ما نبدا معكم الفيديو ديال اليوم، كنطلب الناس اللي مشتركين معايا او الناس اللي باقي اول مره كيشوفوا القناه ديالي يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس كما كنقول دائما، لان اهم حاجه هو ان ديك الجرس الا ما خدمتوش الجرس ما غاديش يوصلكم الجديد، لان صراحه المشاهده قليله 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 بزاف مقارنه مع 19000 مشترك. صراحه ما عرفتش انا هاد الناس فين هما، يعني 19000 مشترك والمشاهده يعني الفيديو اخر فيديو نزلته 100 مشاهده ما كملاش في نهار. ما عرفتش انا شنو المشكل، واش المشكل من النوتيفيكاسيون ما كتوصلش للناس. هي فعلا انني جبرت بان واحد النسبه قليله قليله اللي كتوصل للاشعارات اللي هي نوتيفيكاسيون. علاش كنقول لكم دائما خصكم تخدموا ديك الجرس، لان ديك الجرس هو اللي كيخلي الميساجات يوصلوا لكم بالجديد ديالي. المهم انا السبب ما عرفتو شي، لان صراحه يعني من غير ان هذا الفيديو هذا اللي نزلت الاخير، يعني الفيديوهات كاملين يعني ما فيهمش شي مشاهده. ما عرفتش انا الناس اللي كيشتركوا فيه كيمشيو صراحه، والله ما عرفت. عييت كنفكر ما عرفتش شنو هو السبب، ما عرفتش واش المحتوى ماشي هو، واش مع ان الناس كينزلوا يعني شي حاجات اللي هما يعني غير الفضائح غير التخربيق غير شي حوايج اللي هما حتى علاقه، والفيديوهات ديالهم طالعين صراحة الله. حنا كنتعبوا على الوصفات ديالنا، يعني لا في الوقت ولا في الجهد ولا في اي حاجة، والمونتاج المونتاج صعيب بزاف، يعني اي حاجة كدينا من الوقت ديالنا وفي الاخر كتجبر فيديو ما كيوصلش. المهم بغيت نوصلكم غير هذا الميساج هذا، وكنتمنى ما كنش طولت عليكم. دابا ندوزوا للوصفة ديالنا. بسم الله، غادي نبداو بالمقادير. عندي هنايا 4 ديال البيضات الحجم المتوسط، يعني ضروري تخرجوهم من الثلاجه من قبل، كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب وكاس ديال السكر. وبالنسبه للدقيق غادي نقول لكم شحال في الاخر تخلي فيه، حاولت نخدم لكم بالكاس ديال العنبه باش تعرفوا القياس. وهذا هو المكون اللي هو فلان، الثمن ديالو درهم، اللي ما كتوفرش على هذا فلان هذا، يعني ماشي ضروري، غير هو قلت كما قلت لكم كيعطيه اللون وكيعطيه المذاق مزيون. عندي ساشي ديال الفاني. بالنسبه للخميره، عندي هنايا الخميره من فئه 20 غرام، ثم تقدروا تستعملوا 3 ديال الساشيات او 2 ديال الساشيات على حسب المول اللي عندكم. انا المول كان عندي شويه يعني عالي شي شويه، داكشي علاش عملت هذه الكميه كامله. هي نورمال الكيك هذه خصك تعملها غير 2 ديال الساشيات، يعني 14 غرام او 16 غرام ديال الخميره. المهم غادي نبداو بالطريقه ديالنا العاديه، ما غادي نحتاجوا فيها لا طراب كهربائي ولا حتى شي حاجه، غادي نخدموا غير بالطراب اليدوي. غادي نهرس 4 ديال البيضات، وغادي نضيف عليهم السكر كما غادي تشوفوا معايا، غادي نطربهم غير بالطراب اليدوي. غادي نسهل عليكم، وغادي يجي واحد الكيك اللي هو رائع بزاف، يعني كيجي خفيف وكيجي هشيش مع ديك المكون ديال فلان، كيعطي واحد الهشاشه وواحد الطيبه رائعه، لانه صراحه يعني شي حاجه بسيطه ولكن كتبنن الحاجه. هنايا بعد ما طربت شويه ضفت الزيت، وغادي نضيف الحليب. بالنسبه للمقادير بالغرام غادي نخليه لكم في صندوق الوصف كيفما دائما. بالنسبه للفلان اللي ما توفرش على هذا الفلان هذا تشينو، يعني الناس اللي عايشين برا او الناس اللي عايشين خارج المغرب، يعني الجزائر تونس، يعني من غير الدوله المغرب، يقدروا يستعملوا اي نوع فلان اللي عندهم اللي غادي يعطي هذيك اللوين هذاك. هنايا صافي غادي نطرب جميع المكونات غير شويه باليد، يعني ماشي بالطراب الكهربائي كما قلت لكم. هنا ضفت الكاس الاول ديال الدقيق اللي هو 110 غرام، غادي نضيف عليه الخميره من فئه 20 غرام، وغادي نضيف عليه فلان. صافي غادي نغربل الخميره وفلان، لان كيكون فيهم بعض الكويرات من الاحسن غربلوهم.
باش كتكون النتيجه احسن. هنايا كما شفتوا معايا درت الكاس الاول ودابا الكاس الثاني، يعني جوج الكيسان، ودائما الدقيق كنضيفو شويه بشويه. انا غادي نعطيكم العبار بالضبط، ولكن دائما ردوا البال. القوام ديال الكيك ما كيكونش ثقيل، كيكون شويه خفيف. غادي تشوفوا معايا القوام ديالو. بالنسبه للكاس الثالث غادي نضيف النصف ديالو، يعني عندي جوج الكيسان ونص بالعبار ديال الكاس العنبه. كملت النصف ديال الكاس اللي كان باقي لي، وغادي نخلط الكيك ديالي عادي جدا. بالنسبه للفران سخنته على 180 درجه. بالنسبه للمده ديال الطياب على حسب النوعيه ديال الفرن، انا هنايا تقريبا ما بين 30 دقيقه حتى 35 دقيقه، يعني على حسب النوعيه ديال الفرن ديالكم. يعني الكيك العادي نتوما كل واحد كتعرف، كل وحده كتعرف الطياب ديال الفرن ديالها. هنا جبت المول اللي غادي نعمل فيه الكيكه، دهنتها بالزيت وغادي نرشها بشويه ديال الدقيق. انا عاده كنستعمل الزبده، ما كنستعملش الدقيق، كنعمل غير الزبده فقط دائما، ما عمر الكيكه ما لصقت لي. هنا ما كانتش عندي الزبده، استعملت الزيت واستعملت معها الدقيق. وغادي نحاولوا ملي نخويو الكيك دائما نعليو يدنا الفوق، عاد غادي نخويو الكيك ديالنا باش كتجي مفشفشه وكتجي مهويه من الداخل. يعني هذا السر، حتى هو من الاسرار ديال الكيك. كما شفتوا القوام ديالو ماشي ثقيل وماشي خفيف بزاف، يعني هذا الكيك هذا ما كيجيش ثقيل بزاف. صافي كما شفتوا معايا هنايا بعد ما خرجته من الفران، كما قلت لكم انا المول ديالي جا طالع بزاف، يعني هنايا ما غاديش يبان لكم الارتفاع ديالها، حتى غادي نحيدها من المول غادي يبان لكم الارتفاع ديالها. وهذا هو الشكل ديالها بعد ما قلبتها كما كتشوفوا معايا هنايا، غادي يبان لكم دابا عاد غايبان لكم الارتفاع ديالها. هذا هو الشكل ديالها. هنا دابا غادي نعاود نقلبها مره ثانيه. هنايا انا دهنتها بالنباج، هو هذا، تقدروا تدهنوها بالكونفيتير يعني على حسب المتوفر عندكم. عندي هنا اللوز حمرته وقطعته هكذا يعني على شكل طولي، يعني للتزيين فقط. التزيين دائما كيبقى اختياري، يعني تقدروا تخليوها هكذاك سامبل، يعني ماشي ضروري انكم تزينوها. صافي انني فضلت انني نزينها. دهنتها بالنباج كما شفتوا معايا وزينتها باللوز، ودائما التزيين دائما كيبقى اختياري. هذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما ساليتها كما كتشوفوا معايا، اللوين والارتفاع ديالها، وصراحه حتى من الداخل حتى المذاق ديالها كتجي رائعه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها بهذا الفلان، واخا من غير فلان كتجي مزيونه. دائما كنعدلها يعني سواء بفلان سواء بلا فلان كتجيني مزيونه. المهم هو انكم الفرن خصكم تردوا بالكم معاه، لان بزاف ديال الناس كيتشكاو الكيكه هبطت لي، الكيكه ما طلعت لي شي، الكيكه خوات لي من الداخل. هو المشكل يا اما كتعملوا الدقيق كتعملوه ناقص بزاف، يعني كتجي خفيفه، اولا كتعملوها ثقيله. يعني الا جات ثقيله راه غادي تطلع تقدر ما غاديش تجي مزيونه مره، يعني اكيد خفيفه عاوتاني ما غاديش يطلع لكم، غادي تبقى هوده لتحت. يعني دائما عملوا توازن، والفران كذلك، يعني الا فتحتوا عليها قبل الوقت اكيد غادي تهبط لكم، ما غاديش يطيب، غتبقى خضره معجنه من الداخل. يعني عطيوها الوقت ديالها في الطياب، الفران 180 درجه. بالنسبه للفران ديال الغاز غادي تعملوا العافيه متوسطه، يعني ما غاديش تجهدوا الفران. صافي وكتعطيوها الوقت ديالها في الطياب، يعني نص ساعه الفوق عاد كطيب الكيكه هذه. وكنتمنى ان الفيديو يعجبكم. كما كتشوفوا معايا هنايا الشكل ديالها من الداخل كتجي مفشفشه، وكيجي داك اللوين ديال الفلان، يعني داك اللون الاصفر كيجي رائع بزاف مع داك التحميره ديالها. كنتمنى الفيديو يعجبكم، والى وصفه مقبله ان شاء الله. كنتمنى الى عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وتشتركوا في القناه، هذاك الزر الاحمر اللي كيكون مكتوب فيه صابوني، مع تفعيل الجرس، ضروري تفعيل الجرس. والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.